السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنور عملت لنا بشاميل جاهزة. لا تكلكع منك ولا تشتكيلي ولا تزعلي نفسك. النهارده كنور عملت لك كيس بشاميل سريع التحضير. يا دوبك حط اللبن يغلي على النار وتفضي عليها الكيسين بتوعك، ولا هتحطي بكي جرنيه ولا ورق ولا حبهان ولا الكاسس دي كلها. بتسهل عليكي الامور. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمل خلطة البشاميل من كنور. عندي طاجن شعرية بالفراخ وصوص البشاميل. شعرية ودجاج وبصل وتوم وجزر وكرفس وكرات وزعتر ورق لورو. بهارات كزبرة خضراء مكعب مرق. عندي بشاميل كنور، لبن، جوز الطيب، ملح وفلفل وزبده. بصوا بقى هنا عندي الشوربه عشان اسقي بيها الشعريه، ولكن نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع الفراخ بتاعتنا ونعمل الصوص. هنا حط اول حاجه بصل عشان الطاسة حامية قوي، وادي برضو كرات برضو، وادي توم. بعد كده احط الزبده بتاعتي اهي. كل ده عشان ايه؟ الحاجه ما تاكسدش مني. وادي الفراخ بتاعتي. نصلي على الحبيب. ده كرفس، زعتر، روزماري، مكعب مرق، بهارات، وادي الفراخ بتاعتي. كده صباح النور. انت مساوي كحلي؟ طيب يلا كويس اني صحيتي. كده هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم الفراخ بتاعتي ادي
تقوم بقى ايه يا سيدي انا يعني مش هاخد طماطم كتير لكن ممكن اخد حبة جوز كده معايا يا عمي ضيق الشعريه بتاعتي ها يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي ادي الشوربة بتاعتي لغايه كده احنا حلوين لغايه كده احنا ايه حلوين اهو نرجع بقى هنا لمشوارنا الجميل نشوف كنور عملت لنا ايه عشان المخرج ما يتعبش معايا يقول لي هفضل اجري وراك كده عندي لبن اهو يغلي هنيجي بقى هنا على البشاميل من كنور ولا هتتعبي نفسك ولا هتخرز منك ولا هتكلكع ولا الكلام اللي بسمع عنه ده كله ولا تديها بوكيه جرنيه ولا اي حاجه ادي كيسين وانا عايزها خفيفة ما تكونش تقيلة قوي ممكن نحتاج كيس تاني لو عاوزنا بنزل واللبن بارد لسه شوية اهو كده لا تديها ملح ولا فلفل ولا اي اضافات لو احتجت شوربه اديها شويه شوربه ممكن ناخد كيس تاني هي فيها كل الطعم الجميل اللي انت عايزاه ما تديهاش اي اضافات
في ايه في ايه؟ خلم؟ انا ما جيتش شميتك. ايه هي؟ ايه؟ دي تعمل ازاي بقى؟ اسف معلش فهمت غلط. لا معلومات غير مفيده طبعا، ده اللي انا عامله. بص يا انسه، بص يا انسه، تعالوا اتعلموا عن الشغل، تعالوا اتعلموا عن الشغل يا انسه. ازاي تتحط حباز لمبازاز عبد العزيز سرسانه بطيس؟ عارفه ام لالو؟ ماشي، احنا بنعمل الصح والله العظيم والمصحف. صلى على النبي. عايز البشاميل يغطي كل البايركس. مريحين ربنا يريح قلبك. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. كده يعني الست هاني بتقول لي مريحاك النهارده ما بتعبكش، بتفتح دوبك الكيس على حبه اللبن وتصلى على النبي. شكرا يا انسه. طيب يعني كده اهو هو ده الجمال كله، هو ده الجمال كله يا ست الكل. طيب قوم بقى ايه يا صلاة النبي، مش عارف انت لو ما جيتيش من بدري كناش لنا منفصل. كده اهو ندخلها الفرن. طب مفيش حبه جبنه موزاريلا ولا اي حاجه عليها ولا ندخلها كده على طول؟ حاضر ماشي. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد فاصل ونرجع تاني ونغير المحطة ونروح في حتة.
رجعنا بعد الفاصل وكده عندنا شوية روزماري وشوية زعتر، وهنعمل دلوقتي السبرينج رولز مع السجق. عندنا سجق شرقي سجق مفروم كرنب وجزر فلفل حار بصل وتوم جبنه موتزاريلا، عندي توم باودر بصل باودر وجوز الطيب وصويا صوص ملح وفلفل زيت القليه، هنقدمه مع البقدونس والشيبسي. والله انا شايف ان الموضوع ده حلو يعني مش وحش. يعني هي يعني اللي هو يعني مفيش حاجه عجباني خالص. يا حول الله يا رب العالمين. لا روح انا، لا روح انا بقى، لا لا انا روح. ست نادية. عليكم. صباح الفل على حضرتك يا ست نادية. طب يعني انا اصحى بدري يعني اكلمك تقول لي روح؟ ما هي عايزاني ابقى عمالة تناهد معايا. عم الله لا اسكت. حتى في رمضان تعالي لي يا ايوه. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله بس والله. صباح الفل على ولاه وعلى مقرئ بكنا وكل صباح السفره الجميله. صباح الفل على ست الكل. انا بحب قوي السبرينج رول ده بجد. والله يا سلام. يلا ابعت لي طبق مشكل. يلا انا جاهز. مسافه السكه. رمضان كريم على حضرتك. مسافه السكه. ربنا يديك الصحه والعافيه. كل سنه وانت طيبه يا غاليه. يا رب يجازيك خير على كل تعبك معانا. لا ده انا فرحان بيكو. والله لا كل تعبك. كفايه اتصالكم بيا بالدنيا عندي. رمضان كريم على حضرتك والاسره واسره البرنامج. صباح يعني صباح الفل على ست الكل. نهارك كله خير يا ست الكل. انا كنت همشي بس ست ندى جت ثبتتني بقى، مش هقولها لا عشان خاطرها بس. طب ما كانش كده كنت انا كده يعني. كل حاجه طيب. كله ده من طيفة. كله منك. طيب كده هنا. ده الصدوق. ست نادية احنا بنقول عليه سجق، هي بتقول عليه سجق. الله قرات وكرفس. شوية فلفل توم باودر بصل باودر شوية جزر نعم يا عم الحاج يا غالي، عم الحاج محمد يا غالي. والله العظيم تلاف. وبعدين بقى شيف معاك يا بيوت السياسه دي. انا من الصبح يا تقول انا عايز اروح. ما اعمل لك كده. هم بيطفشوني. والله العظيم ده احنا ما بنصدق نشوفك يا غالي. والله هم بقى قلقانين مني، مش عايزين نشتغل معاهم يا سيدي. اعمل لهم ايه بقى؟ انا مش انا والله العظيم بكلم الاستاذ بقول لهم ده بيضحكوه شويه كده وفرحوه كده، لان ده الغالي عندنا. ما ارضش حد يزغزغني. وربنا يا رب يسعدك يا شيف وكل حبابك والطاقم اللي معاك والاستاذ اللي بترد علينا والمخرج. والنبي يا جدعان خلوا بالكم شيف شويه. ايوه النبي يا محمد. الله يبارك يا عم. الشيف ده غالي عندنا يا جدعان. والنبي قول لهم حاجه يا عم محمد. ده احنا بنصدق بنشوف الحاجات دي بنفرح. الله يخليك ويزيدك ويزيدك من نعيم الله. ربنا يا رب يسعدك دايما يا حبيبي يا غالي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي. الله يخليك. الاغنيه الحلوه بتاعت محمد حمام دي. طيب كده انا ايه عايز اروح. قال لي ما تروحش. لا لازم اروح.
يا حبيبي يا رسول الله. يا نسا لو سمحتي البلانشات بتاعتي دي انا عندي اربعه مفيش غير واحده. ما هيمتك انت حره فيها؟ القايمه القاعده انت حرين. ايوه انت حره. والنبي انا عارف. بصي بقى بص بص انا اقول لك على حاجه. احنا هنا دي كنور لا حطينا لها بيض ولا كريمه ولا قشطه ولا اي حاجه، وشوف الجمال والحلاوه عملت ايه هنا. بص يا باشا بص بعينك وارحم بقلبك. شايف الجمال يا عمي؟ ما تقول اي حاجه رمون، تعال ساكت كده خلاص. جميل جدا. ايوه انا عارف، يبقى غسيل وعجين وطبخ. ادي الصويا صوص. اوعى تديها ملح، اوعى تديها ملح ولا فلفل. بيقول لي الاستاذ المخرج معترض، بيقول لي ما ادريهاش ملح ليه؟ ما تفهمني، عشان الصويا صوص حادقه جدا يا سعاده الباشا. الصويا صوص حادقه جدا. نعم؟ وزي ما هي قالت كده. ايوه. اللي ما فيه كزبره خضراء. اخر الشهر لسه ما عبرناش. ما حد يقول لي بص على الفرن، مش هبص، كنت قلته من الاول. يا طفطف يا طيفه يا صلاه النبي يا صلاه. ايه ده؟ بص بقى اروح عامل كده اهو وموطي النار خالص، خليها تاخد حراره الفرن بنار الفرن يا بطاطا. نعم. مش ها؟ اكلت في ايدي؟ حاضر. انت عايز افاصل؟ هستاذنك اخد فاصل وارجع لكم تاني؟ ولا غير المحطة ولا في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل وبنحشي كده السبرينج رولز. أسهل ما تتخيلي، بس أكلها لذيذ جدا. لها لذيذ جدا.
عم ابو طلال صحي من النوم يا ولاه. السلام عليكم. صح النوم يا غالي. يا صباح الورد. يا احنا ممكن ما احنا مش عارفين احنا غاليين عليك كده عشان تصحى من النوم بدري. احنا اذا ما صحينا عشانك اصحى عشان مين يعني؟ الله يكبر بخاطرك ويسترها معاك يا حبيبي. والله الله يسترها معاك يا اخوي. كل سنة وانت بخير. وانت طيب يا غالي وانت طيب يا حبيب قلبي. صبح لي رمضان على الاسرة كلها. صبح لي على الاسرة لسعد وتامر حبيبي ووداد وست ام وداد كل الاسرة. الله الله يبارك لك. وبعدين ارحمني شوية في اللي انت بتعمله وتبعته لي ده. الله يخليك. يعني ارحمني في اللي انت بتعمله ده. انا بقول لك ده ظلم وحرام. عمي خطأت عليه يا عم الحاج. ما صدقني يا راجل. اسمع نسمع صوته. طيب كده فين يا ولد عم ابو طلال يا ولد؟ انت ما بعتش فاتوره؟ استاذ ممكن بقى استأذنك اطلع من الفرن ولا بلاش؟ انت بتقول لي ما تجيش من اي حاجه لما تقول لي. ماشي باشا. حاضر يا فندم. عم ابو طلال عم منصور. يا مرحبا بالحبيب. يجعلك منصور دايما. ربنا ينصرنا وينصرك. حبيبي يا غالي صباح الفل عليك يا غالي. زيك وزي الحبايب كلهم. والله كلنا بنسلم عليك وانت وحشنا. ما انت وحشنا وبتوحشنا. مشكلة موعد البرنامج معانا في التوقيت مش مضبوط يعني. يلا بقى مش عارف اقول لك ايه بصراحة. انا مش عايز اتكلم لان ايه اقول لك الشربين عايز يقوم منهم براحته وبتاع لكن انا تحت امرهم. يا حبيبي حبيبي زيك انت وزي المخرج. المخرج عامل ايه معاك؟ والله تشاش يا راجل. يا رب بحاول. يا رب تغير في رمضان يعني. والله يا عم محدش بتغير خاصة غير انا. انا اللي بتغير. بص بقى يا عم طلال عايزك بقى ايه تعمل صينيه زي دي كده. يا سلام. بص يا حبيبي انت عارف انت استاذنا كلنا في الحاجات دي. بص. لا والله انت اللي استاذ. شعريه بالبشاميل بالفراخ ظلمه. يلا يا مخرج ودينا على هو مش عايز يتحرك. عايز انا اتحرك يا ابو طلال. يا سلام. بص يا عمي. يا سلام ما شاء الله. اهو يا عم. يلا يا شو يا مخرج. هو هو ابو شوف يا عم مضبطك في الاكل يعني تضبطه في التصوير شويه. اتفضل. اعمل له ايه؟ طب احنا هدربه ولا اعلمه ولا علم مش عارف اعمل. انت احسن حاجه تاخد الاكل معاك وانت طالع. ما انا بقول كده برضو يا اخي. خليهم كده بدون أكل. انا بقول كده برضو. يا سلام يا سلام. كده مش قادرين نعمل زي كده. حبيبي يا عمي يا غير. لا تعمل احسن من كده. ما انت بتعمل. لا ما فيش ده. سلامي لجميع القاست عندك وسلامي لجميع المتصلين من الصعيد لين دمياط. حبيبي يا غالي صباح الفل. صباح على كل الشباب اللي حضرتك. صباحك صباحك سعاده. انا سعيد جدا. كل الاولاد هنا بيسلموا عليكم جميعا. صباح عليهم يا حبيبي. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يسعدك. تربوا في عزك يا حبيبي. صباح الفل. مع السلامه يا اخوي. قال ايه؟ جاي الزمان يداوينا من ايه يا زمان؟ جاي ترازينا. حبيبي وعناية لو في وسط مية.
بيقول لي انت بطيء ليه؟ طب انت عايز ايه وانا اعمل لك اللي انت عايزه يا باشا. برضو قوي قوي يا باشا قوي. معلش اختلافات في وجهة النظر. يلا بقى تعالى بقى شوف هنعمل ايه بقى دلوقتي. حاجه حلوه هتوريها لك وبرده لازم تشوفوها انتوا تعرفوها ليه هعمل كده وعشان ايه وازاي وليه. طيب انا عايزها ما تتكسرش وتبقى كريسبي قوي كده تفرول معايا وتتكسر وانا باكلها. عايزها زي عجينه السمبوسه كده الحلوه الحنينه. اقوم اعمل ايه بقى يا سيدي؟ جاب شوية مية كده. بص يا باشا كده بقى اهي تطلع معاك ايه الجمال كله والحلاوة كلها. حبة المية البخبخة النبية دي تخليها تطلع حلوة وجميلة تتقطم معاك بسرعة تتقطم معاك بسرعة. يبقى لها طعم حلو. عندنا قطايف وعندنا حاجات كتيرة لسه. عندنا كب كيك الله يا بلادنا الله. هي البطاطس دي مفرومة على اللحمة يا أنسة؟ أمال معمولين علبتين البطاطس ليه؟ عجينة إيه بقى؟ الله العظيم تلاتة الله العظيم تلاتة حرام عليا بشتق حرام. طيب ماشي وحاضر. ليه يا اما بس ماشي. شايف يا باشا الجمال؟ طب مفيش اتنين تاني من دي لو سمحت يا انسة؟ اها بص اهو او الاصغر او اي حاجة. شكرا.
جايين من بيتكم تناموا. لا بحدش حد مقصوصه ما عندكم. لا حول الله يا رب العالمين، لا حول الله يا رب العالمين. حبة زيت وادي بصل بطاطس ثوم مكعب مرق زعتر وادي شوية بهارات. شوية شبت يا عم فرج. السلام عليكم يا شيف حبيبي يا خال. قلت قبل ما اروح اصلي الظهر اصب على الحبايب الاول بقى. ربنا يتقبل منك يا شيخ. الله يخليك يا حبيبي. حبيبي يا عم على اللي معاك وعلى اللي بيتصلوا كلهم يا حبيبي. كل الشباب بيصبحوا عليك وكل الناس معانا هنا بتصبح عليك يا غالي. يا حبيبي نهاركم ابيض يا حبيبي. صبح على الرجاله يا غالي. الله يخليك يا حبيبي بيبوسوا ايدك والله. حبيبي ربنا يكبر بخاطرك. الله يخليك يا شيخ. سلام. اتفضل يا باشا مع السلامه يا عم. ربنا يتقبل منك. طيب نعم
على عيني يا غالي. هستأذنكم اخذ فاصل وارجع لكم تاني. ولا غير المحطة ولا روح في حتة. رجعنا بعد الفاصل وكده بنطحن عندنا الكفتة مع البطاطس. وعصرنا لها الخضار بتاعها. الريحة طالعة جميلة جدا. الله. طيب. النبي في اتنين تاني زي دول لو سمحت. لو سمحتوا اتنين زي دول او واحدة كبيرة لو سمحتوا. لو سمحتوا. مش عايزين تجيبوا ما تجيبوش. هات يا ابني.
نعم يا باشا. لا انا مش قوي طشاش. منه السبب، منه لله منه السبب. ولو كان ليه في الدنيا حبيب انا نصيبك، لو كان في ليه في الدنيا نصيب. طب دور عليها ما في البيوت. ما تجرجرش رجلي. بقولوا انت حبيبي لو كان ليا في الدنيا حبيب، وانت نصيبي لو كان ليا في الدنيا نصيب، وانتوا نصايبي. طيب خليها اشتغل بقى. الله والله انا فاكره بس مش فاكره، بس هقولك عليه برضه ما تلاقيش يعني. نعم هجيبها لك وانا شغال. عبد العزيز محمود. طبعا ما تسمعش انت الاسماء دي؟ اعملي بتاع ايه؟ بقول لي بتاع ايه؟ ايوه. خش على تاكسي الغرام وانت تلاقي كل حاجه. نعم. اسمه ايه؟ ايوه عبد العزيز محمود. تاكسي الغرام. ها؟ لا ما راكبه وصياد وكل حاجه. اه من زمان بنات النهارده. شغل عالي النهارده ومتكلف. اه تقول لي حباظ المبازات عبد العزيز ولا سمسم بطيس؟ ابو طلال دلوقتي هيقوم ينفذ بس بطريقه حديثه بقى. بيعمل سوفت وير على طول وبيكمل. مستعجلين عايزين نشوفه. حاضر. اللهم صل على النبي. يا ريتو عايز تاخد فاصل معانا. معلش ما كله بيقلق برضو كده. هعمل لك بس واحده كده عشان ايه تاخد فاصل براحتك. يا عم عبد الفتاح صباح الخير يا باشا. فرصانت طيب بعود الايام يا عمي. الله يخليك. اللهم صل على النبي. ايه الحاجات الحلوه دي؟ والله ده احنا بنحاول يعني عشان نرضيكم بس مش عارفين نرضيكم ازاي. يا سلام ده انت احسن شيء في العالم. الله يبارك لك ويزيدك يا عم عبده. صباح الفل. الله يخليك يا حاج. الله حبيبي يا عم عبده. اخبارك واخبار يا المخرج ولا مخرجه مش عارف. لا النهارده مخرج بقى يعني معلش مره كده ومره كده. صباح الفل على اخويا. طيبين وانت طيب يا غالي. للجميع والحاج طلال والدكتوره
السعودية وأهل السعودية كلهم. حبيبي يا غالي صباح الفل عليك يا عمنا. الله يخليك الله يخليك يا حاج. حبيبي طيبين. وانت طيب يا حبيبي. خلاص يا عم عبد ناخد فاصل. اقتنعت انا بعمل ايه؟ قوي قوي يا سلام يا اخي. بس يا اخي خلي بالك بالسبسبه بتاعت شعرك، بس سبسب شعرك الاول. اي خدمه اول دور. لا ما بجرحهاش انا بحلق لك. ناخد فاصل ونرجع تاني. ولا هنغير المحطه ولا هنروح في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وكده نخش بقى الفرن. اهو نشيل بقى كل حاجة من هنا. عندنا قطايف بالايس كريم، قطايف بالايس كريم. ويا قلب كفايه ده. الله يا بلادنا الله. طيب هنبص هنقول ايه بقى 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 باشا. مع 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 حاضر. قطعت بالايس كريم قطعت وزيت قطعت قمع ولا قرطاس ولا ودن قطه. حاضر. طيب ما انا بس بجربك يعني. شفت بقى القطايف من القطايف. اسكتي بقى اسكتي اسكتي. واللي بيكدب بروح النار وخور دم. بروح النار بروح النار. لطيفة لطيفة. خليها تشد شعرك وانت تشد شعرها. الله كل واحد غير على مشاعره. لا انا براحتي. الفرن يا باشا الفرن يا باشا. لا مفيش حاجة عليه. مخبنا ريت ومها مش موجود. لا لا ده دي
مش هدايا. دي يعني اول ما تخلصوا افطار. حاضر. والله عظيمة يا مصر. اه من اول كده برضه. طيب حاضر حاضر.
الله اكبر. انا بحب الفاضية دي. نطلع بقى بالفرن بقى عشان كده هي يلا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لسه سخنه هي. طب معلش خليها كده اعتبر عشان وقت البرنامج. ماشي حاضر كده. بشكر حمي عبد اللطيف واشكر كل الكاست اللي معايا. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.